الكومبيتيشن، لما بنتكلم في المنافسة بشكل أساسي بدنا نفهم إنه أي حدا ببيع the same product or similar product في نفس الحالة or service طبعاً في نفس الحالة هو يمثل إلنا كومبيتيتور. الكومبيتيشن مش لازم يكون ببيع نفس السلعة اللي أنا ببيعها بالضبط، إنما بينفع يكون ببيع similar إشي مشابه. فعلى سبيل المثال لو إحنا محل ملابس، إذا أنا كنت ببيع ملابس نسائية بس ما في عندي مثلاً للمحجبات، واحد تاني ببيع ملابس للمحجبات في مجتمع زي مجتمعنا، الاثنين يعتبروا منافسين او متنافسين في بعضهم البعض. لكن لو احنا كنا بنتكلم عن اثنين مختلفين، زي لما انا اجي اتكلم مطعم راقي في مكان محترم في شيء يعني خدمات عاليه وسيرفيس عالي مع مطعم او محل فلافل، الاثنين هيكونوا بعاد كثير عن بعض، وبالتالي هما ليسوا متنافسين مع انه الاثنين بيقدموا طعام، إلا أن الفئة اختلفت بشكل كامل حسب الكاستمر اللي حكيناها من شوي، وبالتالي الفئة تغيرت والنمط اللي عندي اتغير. بشكل طبيعي الكومبيتيتورز لازم نتبعهم بشكل جيد، نكون مراقبين للمنافسين تبعينا بشكل جيد عشان نعرف مستوى الأسعار تبعهم كيف بتحرك، مستوى السلع وجودة السلع اللي موجودة عندهم كيف بتتحرك، وكيف هذا كله بيأثر على الكمباني اللي موجودة عندنا اللي بالتالي أكيد هتأثر على المنافسة. نفس الكلام بدنا نعرف انه كل ما احنا كنا قادرين على انه نحسن من النتائج اللي موجوده، كل ما احنا كنا قادرين على انه نتفوق عليهم. طبيعي هذا الكلام، اذا انا كنت قادر اقدم هاي كواليتي اكثر منهم، اذا انا كنت قادر اقدم فيتشرز في السلعه تبعتي احسن منهم، اذا كنت قادر اقدم ديسكاونت على البرايس برضه، كل هذا هياثر بشكل قوي على القرارات السعريه، على قرارات الانتاج والاسواق اللي انا برضه بستهدفها. مشان نعرف اكثر عن موضوع الكومبيتيشن والكومبيتيتورز، بدنا نعرف انه في عندنا تايبس، فور تايبس للكومبيتيشن بشكل اساسي. النوع الاول منها اللي احنا بنسميه مونوبولي، اللي هو عباره عن احتكار كامل او احتكار مطلق. في هذا النوع بيكون عندنا زي ما احنا شايفين وان كمباني، ما في غيرها، شركه واحده بس هي المزود للخدمه او السلعه، وبالتالي هذا احتكار كامل. في الحاله اللي زي هذه بيكون الاسعار نتحكم فيها الشركة هذه لحالها، الإنتاج هي اللي بتحدده، القدرات اللي عندها، مميزات السلعة، عيوب السلعة، كلها شغلات تتحكم فيها الشركة وحيدة لأنه ما في غيرها. من أمثلة الكلام هذا المية اللي بتصلنا مثلا للبيت في الحنفيات، هذه تعتبر المياه اللي عبر البلدية، هي مزود واحد ما في غيره، احنا ما بنقدر ناخذ من حدا ثاني. من أمثلتها عندنا في غزة الكهرباء وشركة الاتصالات الأرضية اللي هو الهاتف الأرضي. هدول كلهم عبارة عن شركات احتكار كامل أو احتكار تام، واللي بيصير فيها إنه الشركة هي اللي بس تتحكم في الأسعار، في جودة الخدمات، في مستويات البيع كلها. النوع الثاني اللي موجود عندنا هو الإلوغوبولي، اللي هو عبارة عن احتكار القلة. في هذا النوع من الاحتكار بيكون في عندي عدد محدد من الشركات، عدد قليل، وبيكون هذا العدد ممكن يكون بتنافس فيما بينهم، بس بيكون يعني المنافسة جاية هيك على استحياء زي ما بنحكي. زي ما سبيل المثال احنا شفنا في شركة جوال وشركة الوطنية في منافسة، انما مستوى المنافسة هو قليل جدا. في هذه الحالات برضو بيكون صعب انه احنا نتحرك في الاسعار زي ما بدنا، لانه احنا مرتبطين كشركات مع المنافس بحيث انه ما بنقدر احنا نقدم عرض اكثر منه، او بالعكس، والا هيصير في زي ما صار في شركه جوال والوطنيه في بدايه المنافسه لما اضطروا ينزلوا بالاسعار لمستويات تصل فيهم للخساره. وبالتالي احتكار القله هو احتكار برضه بيكون في التحكم في الاسعار من قبل الشركات وليس لقوى الطلب والعرض، السبلايز والايش والديماند اللي هي موجوده في الاقتصاد. النوع الثالث موجود عندنا اللي احنا بنسميه المونوبوليستيك كومبيتيشن، واللي هذه بيكون فيها تقريبا في منافسه، انما ليست منافسه تامه وليس منافسه كامله زي ما بنحكي، انما المنافسه فيها بيكون موجوده على عدد كبير من الشركات، في كثير مزودين للخدمه، انما السلع مختلفه وان كانت في نفس الاطار. زي ما حكينا في موضوع السلع مختلفة، المثال الأقرب لهذا الموضوع ممكن يكون مثلا زي الأفلام أو زي السيارات برضو في نفس الوقت. هذول النوعين بيقدموا سلع، عدد كبير من الشركات موجود، مزايا مختلفة جدا ما بين كل شركة والتانية، خصائص مختلفة، كواليتي مختلف، والأسعار برضو مختلفة، نوعا ما بتحكم فيها موضوع الطلب والعرض. لكن لو أجينا نطلع بشكل أقوى، فاحنا راح نلاقي
انه الموضوع بيكون اكبر تمام لما بيكون في عندي اللي احنا بنسميها البيرفكت كومبيتيشن، واللي بيصير فيها تقريبا انه الكل بيقدم سلعه مشابهه للسلعه المنافسه، زي لما احنا نيجي نتكلم في العصائر، في الحليب، في المياه المعدنيه، في الخبز، ممكن برضو نصل لمرحله الادويه عند البعض، لكن في الاخر كل هذه السلع هي سلع متشابهه جدا مع بعضها، المزايا والجوده بتبعتها هي متساويه، وبالتالي احنا بيكون موجود عندنا المنافسه تامه، وتخضع هنا الاسعار لقوانين القوى الطلب والعرض بشكل اساسي. اذا اربع انواع من المنافسه: منافسه احتكاريه تامه، احتكار قله، منافسه شبه تامه، والمنافسه التامه المطلقه. وزي ما شفنا الفرق الاساسي بيناتهم هو عدد الشركات اللي بتكون تتنافس فيما بينها. حسب وضعنا احنا كشركه هيكون بياثر علينا الديسيجن ميكينج لما احنا بنتخذه. فمثلا لو احنا كنا بنشتغل ماركتر في شركه موجوده في احتكار كامل، اذا هنتحكم في الاسعار، مش هيكون بهمنا كثير نعمل عروض واوفرز وكلام زي هيك، لانه احنا قادرين على اننا نتحكم في الاسعار على كيفنا، والعكس طبعا. النقطه الخامسه والاخيره في المايكرو انفايرمنت بتتكلم في الببليك، وهنا لما بنحكي في الببليك تاني، الببليك هم كل الناس المحيطين بالشركه لكن ليسوا ضمن الكاستمر، او ممكن يكون منهم برضو جزء من الكاستمر. لكن الببليك هذول لازم يكونوا دائما عندهم ساتسفاي بشكل اساسي، لازم احنا نكون بنقدم لهم نوع من انواع الخدمات، او يعني نوع من انواع السوشيال ريسبونسابيلتي اللي كانت حكينا فيها قبل هيك، بحيث انه يفهموا انه احنا معاهم واحنا مش ضدهم. في الاخر الببليك دائما عندهم الباور الكافيه انهم يغيروا ويقفوا في بعض المرات، ما يخلونا نقدر نحقق اهدافنا، او يقدروا يخلونا نحقق اهدافنا كشركه بالنسبه لتحقيق الربح. على سبيل المثال في عندنا الاعتراض اللي صار من قبل الناس كلها على اسعار وجودة الخدمات المقدمة من قبل اللي هم اتحاد كانوا المزودي خدمات الكهرباء عبر المواتير مش الشركة نفسها. في هذه الحالة كان في عندي حركة من قبل الببليك، الببليك قدروا انهم يأثروا بشكل او باخر على انه ما يتركوش الامر مفتوح هيك على الغربي، انما قدروا يحددوا ويوقفوا بشكل واضح التسعيرة والجودة اللي موجودة واللي بتصل وعدد الساعات والكلام هذا. لو احنا اطلعنا هنا لازم الببليك يرضى بشكل جيد، احنا مش هنخسر الببليك ضمن اي قرار، واحنا بنعمل ماركتينج لازم نتاكد انه كل قراراتنا من اعلانات، من بروموشن، من كل العروض اللي احنا بنقدمها تتناسب مع الجمهور اللي موجود، سواء كان هذا الجمهور هو كاستمر ولا لا. فعلى سبيل المثال ما بنقدر نيجي على مجتمع اسلامي ونعمل اعلانات تظهر فيها على سبيل المثال مشروبات كحوليه او اي مثلا مظاهر تعتبر انها مخله بالاداب او والا راح نلاقي انه في اثر سلبي جدا علينا احنا كشركه بسبب انه انا اتخذت قرار ما كانش يتناسب مع الببليك بشكل مناسب.